الشارع المصري للكلام بقاله اكتر من 14 يوم من قفشه ومحمد شريف واستبعاد فلان وفلان وفلان. بص احنا هنأجل ده سنه خطوه، هنضع الموقف ده على مكتبه الحوار ونفكر في مصطفى محمد. مصطفى محمد هو عايز القوه الجسمانيه من وجهه نظر مدافع او لاعب كان في نادي الاهلي ومنتخب مصر، حته معينه. انا مش عايز تحركات كتير خارج الصندوق اكتر من الخدمه للي قادمين من الخلف زي محمد صلاح وزي عبد الله السعيد وزي رمضان. كلام جميل، دي من وجهه نظري. لا ده صح، لان محمد صلاح كل تحركاته في ليفربول يعني لازم بيميل ان هو دايما يدخل لعمق الملعب، بيفضل مساحه. خد بالك في ليفربول تملي لما بيبقى صلاح وماني موجود بتلاقي تملي في واحد ثابت واحد متحرك. بس باستمرار محمد بياخد الانسايد رايت اللي هو الجنب اللي هو فيه عدلته عشان يخش يبقى فيها تسديده، مش العدله بتاعته ان هي من الشمال عشان تروح على اليمين. بقت دلوقتي بالنسبه لصلاح اليمين الاكتر. ليه؟ احنا عندنا الجنب الشمال هتلاقي فيه دويتو موجود قوي بقاله سنين موجود في الشغل ده ما بين رمضان وفتوح. الحته دي بتاعت رمضان بيبقى من القلب على الاطراف، صلاح هيبقى من العمق على الاطراف بس من ناحيه اليمين جهه اكرم. فهيطلب من اكرم شغل لغايه نص الملعب. نرجع لاصل الموضوع، مصطفى محمد. مصطفى محمد مصطفى هو مش عايزه يخرج بره الصندوق. ليه؟ كل فرود او كل سترايكر معين بيبقى عنده مميزات. في اللي بيستحوذ على نص خطوه يحرز منها هدف او يخلق من الفرصه ربع فرصه يجيب منها هدف. ده ممكن تلاقيه في محمد شريف انه بيجيد التسديد برجليه الاثنين. مصطفى محمد حلو. انا في الحته دي ايه؟ هسالك سؤال في الحلو في الحته دي. الحته دي بقى انا بالنسبه لي كمدافع المقلق بالنسبه لي اللي بيجيد العاب الهوا وعنده من المقدره في الثبات ان يقدر يخدم على اللي جاي من تحت، ده مصطفى محمد. يعني في ناس تحب تقول لك ايه، لا انا لاعبني القوي افضل من المهاري. ما هو المهاري طول ما انا ضاغط عليه وهو ما لفش هيوفر عليا حاجات كتير. انا اقول حاجه بس للجماهير اللي يعني اللي ما كانش شاف كابتن عمرو الحديدي مع النادي الاهلي زمان، يعني دلوقتي كده لو هنشبهه بحد نفس ستايل الونش كده، مدافع قوي جدا صعب ان انت تدخل معاه في اي التحامات هوائيه، صعب ان انت تاخد منه كره في الهواء. فدايما يعني الجيل الصغير ما شافش كابتن عمرو الحديدي ولكن كان اسم على مسمى، يعني فعلا من المدافعين الاقوياء جدا. فانت كلامك يا كابتن ان واحد من المهاجمين الاقوياء هو ده اللي يقلقك داخل ارضيه الملعب. انت بتستعمل نوعين من الفرويد. مصطفى محمد فيه نوعين، ان انا بخدم على القادمين من الخلف اللي هو بيقولوا عليهم الطريقه الثالثه اللي جاي من ورا اللي هو بيبقى مواجه للمرمى، وبجيد العاب الهواء من اي كره عرضيه بخلق منها او بستحوذ منها على نسبه 90% ان انا بجيد العاب الهواء. دي في مصطفى محمد. في فرود بيستعمل، وبرده مش هنضيع امكانيات مصطفى في حته ان هو بيجيد العاب الهواء بس، وعنده من التسديدات ما يكفي. محطه محترمه، محطه قويه، هنشبهه هنقول زي عمرو زكي زي ميدو. لو بيشتغل بشماله كتير يا كابتن، يعني افتكر الهدف اللي جابه داخل شباك النادي الاهلي، استلم على صدره وخد ياسر ابراهيم، تسديده كانت بيسراه. هدف ليه ايضا مع نادي الزمالك داخل شباك بيراميدز كانت بيسراه. واخرهم كمان في الدوري التركي الهدف اللي جابه فريزا سبور الهدف الاول برضه استلم على ركبته ودخل وسدد بيسراه. فبدا يطور من نفسه بيلعب بكلتا القدمين بخلاف ان هو بيلعب براسه. يبقى بنتكلم في الحته القوه رقم واحد واستعمال المهاره رقم اثنين. مش العكس، في فراوده تبقى الاستعمال المهاره رقم واحد واستعمال القوه رقم اثنين اللي هي في السرعات. هنقول مثلا صلاح، اديله الحريه انه يتحرك من العمق عشان ياخد الحاجات اللي في خلق المساحه، الحاجات اللي هتتحدف اللي تترمي له من النني من عبد الله السعيد. خد بالك في كيمياء هتلاقيها موجوده ما بين عبد الله السعيد ورمضان وصلاح ومصطفى محمد، ده مهم قوي. واهم حاجه في عز ما انا بهاجم وفي عز ما انا شغال لازم يبقى في جنود مجهوله كده. قلت حاجه مهمه كمان، لو بتتكلم على الكيمستري الموجوده ما بين اللاعبين، تالق المنتخب الاولمبي في البطوله اللي كانت تحت 23 عام هنا في القاهره كانت فتوح، رمضان صبحي، مصطفى محمد.